السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة الكابتن، تحياتي لكم، الله يسعد أوقاتكم يا رب. إن شاء الله تكونوا بصحة منيحة وبأحسن الأحوال. بهذا الفيديو راح نتعرف معكم على موعد مباراة سوريا وفنزويلا ضمن مباريات المعسكر الإعدادي لمنتخبنا المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة. منتخبنا تحت قيادة المدرب حسام السيد خاض 4 مباريات، خسر بجميع المباريات، وللأسف فشلنا بتسجيل أي هدف طيلة هي المباريات. طبعا مباراة سوريا وفنزويلا هي المباراة الأخيرة لمنتخبنا بالمعسكر المقام بدولة الإمارات، وللأسف توقيت المباراة وموعد المباراة موعد سيء جدا، رح يكون بنفس توقيت مباراة قطر والإكوادور ضمن افتتاحية كأس العالم. لكن إن شاء الله رح نتابع المباراة ونكون معكم ببث مباشر. بحب يتابع المباراة يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس. مباراة اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، مباراة رح تكون الساعة 8 مساء بتوقيت دمشق، والمباراة رح تكون على ملعب نادي شباب الأهلي بدبي. المباراة منقولة على قناة سوريا دراما بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية، وإن شاء الله رح أكون معكم ببث مباشر على قناة الكابتن لنتابع مجريات المباراة. توقعوا نتيجة المباراة وإن شاء الله تكون نتيجة جيدة، لأن منتخب فنزويلا منتخب قوي، ترتيبه 55 على العالم بينما ترتيبنا حاليا 90 على العالم. إن شاء الله نطلع بنتيجة إيجابية رغم كل الظروف اللي عم تمر فيها المنتخبات الوطنية، خصوصا المنتخب الأول. والله أعلم بعد هاي المباراة إذا كانت النتيجة خسارة أو نتيجة سلبية، الكادر الإداري والفني رح يتم حل، ورح يتم تشكيل إدارة جديدة بمدرب على الأغلب رح يكون أجنبي. في كلام كتير عم ينقال حول المدرب مارك فودي مدرب المنتخب الأولمبي، لكن بكير كتير على هذا الكلام. خلينا نشوف المباراة اليوم وإن شاء الله رح نكون معكم ببث مباشر. اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، وتوقعوا نتيجة المباراة بالتعليقات. تحياتي لكم، الله يسعد أوقاتكم يا رب.